عندما تجد رائد فضاء يعبد بقرة وجرها أعصاب ملحد لا يرى وراء هذا الإتقان خالق، ودكتورا في الجامعة يناقش الله في الميراث، وأديبا يرى الحجاب رجعي، ومفكرا يشاطر الله في السنة، فاعلم أن المسألة لم تتعلق يوما بالعقول لكن تتعلق بالقلوب. قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار لكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. يو لا فاميلي زامي، واش عليكم يا رب تكونوا كاملين مزيان كاملين بخير، ديما موتيفي لا بوزيتيفيتي فيما كنتو نتوما وعائلتكم وليداتكم، يا رب تكونوا كاملين بخير وكاملين مزيان وبصحتكم، واللي بغى شي حاجه يا رب يقضيها لي في وسط هذه الجائحه، في وسط هذه المحنه اللي تتعم على البشريه كامله. اليوم جيتكم بواحد الموضوع اللي هو موضوع جد مفيد لبزاف ديال الناس، يا ربي تستافدوا منه كاملين. والعالم وراء كورونا، هاد الفيديو هذا غنقسمو لجوج ديال الفيديوهات حيت هو طويل شي شويه. الفيديو الاول اللي هو ديال اليوم غنهضروا على التحليل من المنظور الديني الروحاني، والفيديو الثاني ديال السيمانه الجايه غنهضروا التحليل من المنظور السياسي الاقتصادي. فوالا، يا ربي تكونوا يعجبكم هذا الفيديو، يا ربي تصنتوا ليه، ولا عجبكم وتفرجوا فيه كامل بارطاجيو وديروا لي لايك لي كومونتير، ما تنساوش ميكوس. سيدنا نوح عليه السلام عاش 950 سنة، بقات يدعي فيها القوم ديالو ليلة صباح صباح عشية، وتدعي القوم ديالو قوم نوح اللي ما طاعوش سيدنا نوح وما طاعوش الأوامر ديال سيدنا نوح وما بغاوش وعصوا الله سبحانه وتعالى، صيفط لهم الله سبحانه وتعالى العذاب بالطوفان اللي ماتوا فيه كاملين، بقاو غير الأقلة الناس القلال اللي ركبوا مع سيدنا نوح، ركبوا مع السفينة وبعض الحيوانات. سيدنا لوط القوم ديالو هو قوم لوط اللي الله سبحانه وتعالى صيفط لهم الحجارة اللي قطعت الرؤوس ديالهم ودفناتهم في بلايصهم. سيدنا شعيب القوم ديالو هو قوم شعيب اللي صيفط لهم الله سبحانه وتعالى 7 أيام بالحر الشديد وبالغمامة الغيمة الشديدة، وصيفط لهم الله سبحانه وتعالى الزلزال اللي زلزلت الأقدام ديالهم. سيدنا هود اللي القوم ديالو هو قوم عاد اللي الله سبحانه وتعالى صيفط لهم ريح صرصر عاتية. القوم ديال سيدنا صالح اللي هو قوم تمود اللي الله سبحانه وتعالى صيفط لهم 3 أيام، اليوم الأولاني الوجوه ديالهم صفرت، اليوم الثاني الوجوه ديالهم حمرت، اليوم الوجوه ديالهم سودت. يا ربي السلامة. نوقفوا واحد الوقفة عند نبي الله موسى والقوم ديالو والأحداث اللي طرات آنذاك، طرات في ذاك الوقت بحال الأحداث اللي تطرا هاد الوقت هذا في 2020 على كوكب الأرض، اللي كانوا ديك الساعة هما الناس الأقوياء والأثرياء واعرين في أي حاجة، اللي كانوا واعرين في الفلك، اللي حاليا دابا بالماتريال بالتقنيات ما واصلينش داكشي اللي وصلوا، اللي خلاهم أنهم يديروا لواحد الفرعون في قبر ديالو كل عام كل يوم في العام تيدوزوا الشمس لذاك القبر ديالو، اللي كانوا واعرين في التشريع في الطب في التحنيط في الديكورات في القصور ديالهم، كانوا واعرين في البنيان اللي بنوا الاهرامات ديك الساعه بدون حوافر بدون مركبات باش تعاونهم على البناء، اللي ديك الساعه الفرعون طلب من هامان، وهامان باللغه العربيه هي وزير التعمير والاسكان، طلب منه قال ليه يا فاوقد لي واحد الآية، فأوقد لي هامان على الطين صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. يعني هل يعقل أن واحد الفرعون يطلب من وزير ديال الإسكان شي حاجة ويكون هو عارف أنه ما يقدرش يديرها؟ يعني هما لو كانوا واصلين في العلم واصلين في بزاف ديال الحوايج ديك الساعة، تيسحبوا أن العلم قوى من الدين. الله سبحانه وتعالى صيفط لهم الوباء. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز سورة الأعراف: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أحب أن العلم قوى من الدين، أو هما اللي أقوياء بريوسهم هما،
وفي الاخر رضخوا واستسلموا وقالوا لسيدنا موسى نبي الله موسى طلب لنا الله سبحانه وتعالى طلب لنا ربك باش ينزل علينا الشفاء والدواء. وغنسقطوا هذه الشهاده على بزاف ديال الحوايج طراو دابا اللي هما دول عظيمه دول كبرى اللي بحال الولايات المتحده الامريكيه. ما كان شكون اللي كان تيقول الولايات المتحده الامريكيه ما لاقياش كماما؟ شكون اللي كان تيقول الولايات المتحده الامريكيه العظمى القويه المتجبره بجميع الحوايج ديالها ما لاقينش ما ياكلوا هاد الصباح؟ اليوم ما لاقينش ما ياكلوا، الناس يغوتوا وما لاقينش ما ياكلوا. شكون اللي قال بريطانيا العظمى الدوله التي لا تغيب عنها الشمس؟ شكون اللي قال غيطرى لهم بحالك؟ شكون اللي قال الاقتصاد ديالهم غيهبط؟ شكون اللي قال الدول الاوروبيه كفرنسا دوله العلم؟ شكون اللي قال غير الناس كاملين ما غيلقاوش ما ياكلوا وما غير الاقتصاد ديالهم غيهبط؟ شكون اللي قال ايطاليا؟ شكون اللي قال اسبانيا؟ شكون اللي قال الدول؟ شكون اللي قال اليابان كوكب اخر ماشي دوله، هذه كوكب وغتهبط وغترضخ؟ شكون اللي قال دونالد ترامب غادي يقول باش تعرفوا ان العلم مع الدين، الدين الكفه ديال الدين تطلع. ودونالد ترامب قال في واحد التغريده ديالو على تويتر، شوفوا واش قال. قال المساله دابا ما بقاتش المساله دابا تتعلق بالسماء، المساله الهيه، خاصنا اي واحد يريح في الدار رغم الديانه ديالو. كل من يوحد بالله سبحانه وتعالى خاصو يدعي الله سبحانه وتعالى ينزل لنا يهبط ينزل لنا الدواء والشفاء ديالو، حيد علينا هذه الكربه وحيد علينا هذه الغمه. يلا فينكم الدول العظمى؟ فينكم الدول المتقدمه؟ فينكم الدول اللي تتقول في الباسبورات ديالها يحنا فوق اي ارض وتحت اي سماء؟ لا، ما تحماش فوق اي ارض تحت اي سماء، تدل فوق اي ارض وفوق او تحت اي سماء. ما فينك الامريكان؟ فينك المانيا اللي تتقولي اللي المانيا بالعلم ديالها وبالعريه ديالها وبالصناعات ديالها؟ فينك ايطاليا؟ فينك الدول بزاف اللي تتقول انا انا انا؟ الله سبحانه وتعالى متجبر، الله سبحانه وتعالى جبار، الله سبحانه وتعالى قوي، وما كاين حتى واحد اللي قوى من الله سبحانه وتعالى، اللي صيفط لينا قل من الذبابه 300 مليون مره قل من ذبابه. شوفوا واش دارت لينا، دارت العالم كان باش يبين الله سبحانه وتعالى القوه ديالو والقوه ديال الله سبحانه وتعالى، ما تيعلي عليها حتى واحد. دابا باقي غتقول عندي الحلم الامريكي، عندي الحلم الاوروبي؟ لا، خاص تكون عندك الحلم المغربي، خاص تكون انت مغربي، خاصك تعتز بالمغربيه ديال اللي بزاف ديال الدول دابا الامريكان اللي تضحي بالناس، تضحي بالشعب ديالها على قبل الاقتصاد ديال الدوله. روسيا تضحي بالشعب ديالها على الاقتصاد ديال الدوله، ولكن المغرب ضحات بالاقتصاد ديال الدوله على قبل الشعب ديالها. ما كايناش دول، بزاف ديال الدول دابا غيحسدونا. الدوله المغربيه هي اللي عطات للناس الاهتمام، وعطات الناس قفاز، عطات الناس بزاف ديال الماكله، عطات الناس الملابس، عطات الناس الفلوس اللي تتوصلوا، الفلوس للدار اللي توصلوا قفه. حسينا بالبلاد، حسينا بان عندنا قائد، عندنا ملك، عندنا رجل في وقت الازمات، عندنا حكومه راشده، عندنا حكومه اللي قادره في وسط الازمه. لا، انا راه ماشي شغلي في الاوقات العاديه، راه الاوقات العاديه راه فرنسا راه والدول الاخرى كاملين بخير. لا، اوقات الازمات فين تيبانوا الرجال، راه في وقت الضيق فين تيبان الصديق، ماشي في الاوقات العاديه. راه الاوقات العاديه راه حنا بخير كاملين، ولكن اوقات الضيق بانت المغرب، بانت. شوف، اقسم لك بالله العلي العظيم، الا زدت اعتزازا للمغرب وزدت اعتزازا للوطنيه ديالي والمغربيه ديالي والحب ديالي لهاد البلاد. انا فرحان حيت انا مغربي وتزاديت في دوله مغربيه. بزاف ديال الناس غادي يحسدونا، بزاف ديال الناس غيقولوا شوفوا المغرب كيفاش تعاملوا معاهم، شوفوا ملك المغرب والحكومه المغربيه او والشعب ديال المغربي. دوله تبارك الله عليها واعره وغاده للامام وغاده في التقدم بملكها بحكومتها، ويا رب يكون الشعب ديالها هو مساند ليها بزاف ديال الحوايج باتباع الاوامر واتباع بزاف ديال الاوامر اللي غادي تجي في الصالح ديالنا. خلاصه القول، عصاره الاستنتاج، رفع البلاء له شقين اثنين لا ثالث لهما. الشق الاول وهو مادي، والشق الثاني وهو روحاني. الشق الأول يلزمه وقاية، دراسات، بحوث، تجارب، اختبارات، تجهيزات، حملات توعوية وتحسيسية لاستشعار التباعد الاجتماعي.
والشق الثاني وهو روحاني وهو الدعاء. وكما تعرفون أن الدعاء مخ العبادة. اللهم اجعل ما نشاء موافق لما تشاء، كي لا يصير ما نشاء مخالف لما تشاء، وما نحن حتى نشاء خلاف الله ما يشاء، ولو جاهد العبد وشاء ما كان إلا ما تشاء، فالطف بنا فيما تشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يا رب. السلام عليكم. مكوس. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions.